تشق حافلة حمراء مكشوفة ذات طابقين مشهورة عالميا طريقها في شوارع بيروت قبيل بدء موسم الصيف لتتيح للناس فرصة استكشاف كثير من المواقع التاريخية في العاصمة اللبنانية. وتقول مؤسسة المشروع إنها مبادرة تهدف إلى تعريف زوار بيروت وأهلها بأماكن قد لا يعرفونها في المدينة. الفكرة بلشت إنه كل ما مسافر على أوروبا وأمريكا حتى ببعض الدول العربية سيتي سايتينج دائما موجودة. كنت أجي على بيروت وأزعل لأنه عنا كتير معالم تاريخية. بيروت مدينة كتير عريقة وقديمة فيها كتير أثارات ما عم ندوع عليها مظبوط وما عم نفرجيها للسواح وللعالم، وحتى الشعب اللبناني في كتير بعض مناطق تاريخية وقديمة ومتاحف ما زاروها. أول شيء إنشيتيف كتير حلوة إنه يجيبوا الهوب أون هوب أوف على لبنان. كل ما نسافر على بلد بنشوف الهوب أون هوب أوف، بنشوف قد إيه مهضومة وحلوة الفكرة، وكل مرة أقول يا ريت بتجي على لبنان. وأول ما عرفت إنه صارت بلبنان حبيت إنه تو كونتريبيوت ونكون نحن من أول ناس نطلع بهيدا الباص. يعني إن شاء الله يصير في ازدهار أكثر وتنشد السياحة بلبنان أكثر كمان، ومستقبليا اذا الله راد بكل لبنان مش بس ضمن بيروت. يعني الباص بحد ذاته بس الناس عم تطلع فيه عم تضحك وعم تنبسط وعم بتصور، يعني it's really making people happy وعم تعطي positive vibes بقلب لبنان وبقلب المدينه بقلب مدينه بيروت. So far it's great. حلو واحد يكون تورست ب his own country. في أشياء ما بنشوفها نحن وبالعجقة ومستعجلين، وفي أشياء حتى عم بخبرونا عنها عم بسمعهم بالإيربيس ما كنت عارفة عنهم كمان. So it's very good. يعني هي مش بس للتورست بعتقد كمان اللوكلز لازم يجوا ويجربوها.